السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير. اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه، هو واحد العشاء خفيف ظريف، بطاطا معمره في الفرن بطريقه مودرن، طريقه سهله جدا، وانا متاكده تعجب الكبير والصغير. بالنسبه للمقادير، مقادير بسيطه. غادي نحتاجو لادان فيومي، نحتاجو فرماج مربع والفرماج الشيدر، فرماج الاحمر محكوك، شامبينيون. هذه كميه ديال جوج الافراد، انا درت جوج بطاطات وانتم كديروا على حساب الافراد اللي عندكم. بطاطا مقطعه على هذا الشكل، حتى من بعد عاد غادي نوريكم الطريقه. وجوج نتاع حبيبات نتاع البصله الخضاريه. بالنسبه للعطريه ما غاديش نحتاجو شي حاجه، غنحتاجو غير الابزار ومليحه، وهذا الشيء غادي نشحروه في الزبده. بالنسبه لطريقه التحضير، غادي ناخذ طنجره غادي نديرو فيها بطاطا تسلق. الوقت اللي البطاطا ديالنا كتسلق غادي ندوزو لتحضير الحشوه. غادي نجيبو مقيله غادي نقطعو فيها البصيله ديالنا. من بعد ما قطعنا البصيله ديالنا غادي نزيدو عليها شويه ديال الابزار، قبيصه هاد الملحه، وغادي نخليوها تشحر. غادي نحاولو نحركو هاد الزبده باش تذوب بهاد الطريقه. منين تشحر البصيله غادي نزيدو لها داك شويه ديال الشامبينيون. درت غير شويه حيت الكميه ديال البطاطا قليله، كيفما كتشوفوا درت الشامبينيون ديالي دائما مع التحريك. وغادي نزيد لادان فيومي غادي نقطعو، غادي نضيفو لادان فيومي ديالنا دائما مع التحريك باش يفيق داك البنة ديالو. من بعد ما تشحروا لنا جميع المكونات غادي ندوزو لتحضير صوصة البشاميل. غادي ندير الزبدة تدوب، من بعد ما غادي تدوب غادي نضيف لها الدقيق. من بعد ما ضفت الدقيق غادي نبدا كنضيف الحليب تدريجيا. درت مليحه ابزار شويه ديال الكوزه باش تعطيكم بنه زوينه، غادي تزيدوا معها شويه ديال لادان فيومي. ديروا اي فرماج متوفر عندكم. غادي نزيد فيها واحد قطعه، هي بدات كتعقد. غادي نحاول نخليها شويه جاريه ما نعقدهاش بزاف، وهكا غادي نكون ساليت الحشوه ديالي. غادي نعينو غير بطاطا كيجي فيها واحد المذاق رائع. هانتوما كيف ما كتشوفوا لاصوص بيشاميل ديالي صافي، هي واجده. غادي نسخن الفران، غادي نديرو على 220 درجه الفوق والتحت، انا غادي نقولكم علاش. من بعد ما تسلقات بطاطا ديالنا كنفرغوها من الوسط على هذا الشكل. من الاحسن تفرغوها وهي سخونه باش ما تهرس لكمش كتخوي الدخلاني ديالها. كتجيبوا شويه ديال الزيت البلديه، الا كانوا متوفرين عندكم هادو مزيان، ما كانوش متوفرين ديروا غير الزيت البلديه ومعها ثومه بودر ولا شي حاجه، انا كنستعمل هادو. صافي كتاخذوهم كتحاولوا كندهنوا بهم مزيان بطاطا كنتختخوها،
وكندخلوهم الفران واحد 10 دقائق، عاد كنعمروهم وكرير. نعاود خصكم تختخوهم مزيان كيف ما كتشوفوا انا تختختهم مزيان. بزاف منكم غادي يقولوا لي علاش هين تختختيهم. خصكم تعرفوا باللي ملي كديروا الزيت وكتدخلوهم واحد 10 دقائق كتجيهم كيجيو مقرمشين من برا ولكن رطب من الداخل. دابا غادي ندخلهم واحد 10 دقائق هي يشموا الصهد ديال الفران ونخرجهم ندير فيهم الحشوه. كيف ما كتشوفوا انا دخلتهم دابا الفران من الفوق ومن التحت باش شي شويه تشم هذا الزيت العافيه، وعاد نجبدهم نحمرهم. الوقت اللي دخلت بطاطا للفران كنهز معلقه من لاصوص ديالي، هي معلقه واحده، كنميلونجيها مع هذا الخليط. كيف ما كتشوفوا خرجت البطاطا ديالي من الفران. دابا غادي ندوز نعمرها. اول حاجه غادي ندير غادي نقبط شويه ديال الفرماج محكوك. هاد الطريقه كيديروها معروفين بها الاتراك. كيبداو هما ديما بالفرماج، غادي نديرو الفرماج محكوك هو الاول. غادي ناخذ الحشوه ديالنا كيف ما كتشوفوا، غادي نقسموها بالتساوي على هاد 4 بطاطات. عاوتاني درنا الفرماج محكوك، غادي نجيو الفرماج محكوك كيف ما كتشوفوا درت الجبن ديال الشيدر. غادي نجيب دابا لاصوص بشاميل كيف ما شفتوا، كنكب لاصوص بشاميل. من بعد غادي نجيب هاد الفرماج هذا كنديروه على هاد الطريقه. من بعد غادي نجيبو البشاميل وغادي نكبوها من الفوق. من بعد ما درنا البشاميل غادي نزيدو الفرماج محكوك من الفوق وغادي ندخلوها للفران. غادي نشعلو عليها من تحت الطابع على خاطرها، عاد نديروها من الفوق باش تحمر. ما خرجتها من الفران، هذه هي النتيجه النهائيه، كتجي كتشهي. إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيه.